السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الـ User Defined Functions. شو اللي نعنيه بالـ User Defined Functions؟ احنا كثير functions اتعاملنا معها، صح؟ وخلال هاي المسيرة الحربية العملاقة اللي قاتلنا فيها وصلنا ما شاء الله نحرر بلاد كثيرة. زين، لاحظنا انه احنا كل مرة بنستخدم الـ functions. زين، شنو هو الـ User Defined Function؟ User Defined Function هي حتى نفهمها، خلونا نجي أول شيء نفهم الموضوع الفانكشنز. راح تقولي محمد أوكي احنا فاهمين موضوع الفانكشنز، بلي عادة إفادة أنتوا فاهمين، أنا خلي أشرح لنفسي. الفانكشنز احنا نعرف أنه هو عبارة عن جروب من statements اللي تنفذ لك مهمة محددة، أنه توضح الغرض من هاي العملية، توضح للشخص غرضك من عمل هذه الـ statements، هذه السطور. نفس الوقت الـ tasks هاي اللي انت تعملها، يعني كل functions هي وظيفة انها وتعمل لك task. هاي tasks اللي انت تعملها اللي تعتبر multitask انت بتعمل، هيوصلك الى انه انت تحل مشاكل كبيرة، مشاكل عملاقة. الـ user defined function موضوع ليس بجديد، انت اتعاملت بها على طول هذه الدورة. احنا صنعنا functions اللي هو احنا عاملينها، فهي user defined functions. لكن اللي حاب اشوفك اياه في الايكليبس، لاحظ هذا النوع. طبعا اللي تبع هاي الطريقة هو مبرمج جيد، هو مطور جيد. الطريقة هاي هي طريقة صحيحة. طبعا في كثير من الناس تبع طرق اخرى، لكن هذا هو اكثر طريقة صحيحة المتفق عليها عالميا. السبب واضح، خليني اقنعك. كيف اقنعك؟ صدقني حتى اقنعك. زين، الموضوع بيش يختصر؟ الموضوع يختصر انه انت لما تجي تقرا هنا هذا في المين، انت تنفذ كل شيء. تجي على اول فانكشن، اول فانكشن اسمه employee info، خلاص معناته هذا يحتوي على employee information. employee report، خلاص هذا الفانكشن مسؤول على الريبورتات. employee status، هذا مسؤول على حاله الموظف. employee data، هذا مسؤول على بيانات الموظف. employee department، هذا مسؤول على اقسام الموظف. Employee Contract، هاي مسؤول على عقود الموظف. Employee IT، هذا مسؤول على ايديات من اسمه. Employee IPs، هذا مسؤول على ايبيات الموظف، منظف موظف. زين، اذا لاحظ كم هي سهلة. يعني اذا ما تستخدم انت functions او user defined functions بطريقة مرتبة، camel case، لاحظ camel case هذا احنا نسميها طريقة مرتبة متناسقة، هذا تفيدك بشو؟ تفيدك بالديباجينج. اوكي، يعني لما تيجي تعمل ديباج حتعرف وين المشكله بالضبط. ولما تعمل ديباج عندك مشكله في الامبلوي ريبورت، ما حاجه انت تقرا كل هذه الكودات، لا، لان كل وحده هي عباره عن بلوك مستقل عن بحد ذاته. فبهيك حاله انت حيكون عندك المشكله محصوره في مكان محدد فقط. يسهل عليك الديباج، يسهل عليك الديبلويمنت والديفلوبر. انت مطور تحب تطور عليها، فاذا حتطور على هذا الجزء او حتطور على هذا الجزء او حتطور على الجزئين الاخيرين. فإذا يسهل لك العملية، قراءة البرنامج، تطوير البرنامج، تسهيل البرنامج أكثر بقراءتها لما توزعها على مطورين آخرين. إذا هاي الطريقة اللي يتبعها طريقة ممتازة متناسقة جدا. خلينا نجي على الفانكشنز اللي احنا قمنا بتعريفها. لاحظ هذا الفانكشن code here functions. لاحظ كل هذه هي الفانكشنز اللي احنا كاتبيها سابقا في الأعلى. أضف إلى ذلك، ممكن أنت تجي هنا مثلا تعمل هنا شغلك وتشتغل على هذا، وتترك على صديقك أنه يشتغل لك على هذا وهذا الفانكشن، وصديق آخر يشتغل لك على هذا التو فانكشنز. فبهيك حالة حيكون أنت حتى كتيم لما تشتغل شغلك أحلى. ليش؟ لأنه هنا أنت كل اللي راح تحتاجه، أنت عملت هذا الفانكشن وهذا الفانكشن، جميل جدا. صديقك عمل هذا التو فانكشنز، كل اللي تحتاجه أنه تأخذ الكودز اللي موجودة عند صديقك، copy paste that's it. وهنا ايضا copy paste من صديق الثالث، copy paste من صديق الرابع. بهيك حاله حيكون انت عندك التطبيق كله بالكامل، ما تحتاج تغير المين نهائيا. كل التغييرات حيكون في داخل من؟ في داخل الفانكشنز. هذا هو مبدا اليوزر ديفايند فانكشنز، هذا هو مبدا المبرمج العظيم، المبرمج الذكي، ذكي جدا. لانه بهالحاله ما ممكن انه انت عندك مبرمج ما يفهم على الكود مالتك، راح يفهمه بسلاسه جدا.
لأنه هو بيعرف أنت بشو تشتغل. يعني ممكن كذلك أيضا هنا هذا تعملها كفانكشنز داخلي مأخوذة من هيدر أوكي مستقل ترتيب. يعني أهم شيء يكون عندك اللي طبعا اللي يستخدم بهاي الشيء برافو عليك ممتاز عافية عليك أنت بروغرامر مطور ممتاز جدا أوكي. فإذا هذه الطريقة هي أنسب طريقة لاستخدامك أو بنائك للتطبيق اللي أنت حتشتغل عليها حتى تكون مبرمج ممتاز لما تقدم للشركات. كذلك الشركات لما تشوف تطبيقك حتشوفه مرتب قابل للتطوير قابل للديباجينج موثوق أكثر لأنه بيعرف كل سكشن بيحتوي على شو من المعلومات. يعني لو حب أنه مثلا أنت عمل ران لتطبيقك الريبورت شكل الريبورت ما عجبه اوكي لما يرجع يفتح البرنامج يعرف انه هنا في عندك الامبلوي ريبورت حيذهب الى هذا الجزء فقط حيشتغل على هذا الفانكشن فقط هذا فقط الباقي حيتركها. فاذا انت تطبيقك حيكون فليكسبل اكثر مرن اكثر ديباجينج يصير بها ديبلويمنت يصير بها تطوير يصير بها. فبهيك حاله هذا هو مدخل لاول موضوع لنا اللي هو يوزر ديفايند فانكشنز. لهنا نقول لكم مع السلامة كملوا ياكم الدرس القادم.